مرحبا. البعض كان يعتقد أن المنطقة العربية كانت منطقة خالية لا فيها حركة تجارية ولا فيها حضارات، وهذا الاعتقاد خاطئ. سمعت عن مملكة الأنباط اللي عاصمتها البتراء في المملكة الأردنية الهاشمية، والبتراء طبعا أنتوا أكيد سامعين عنها وكثير يروحون لها. هذه المملكة كانت من الممالك العربية قبل الإسلام، وكانت بين عام 169 قبل الميلاد إلى عام 106 ميلادي. ومملكة الأنباط هي من الممالك العربية القديمة بجانب ممالك كثيرة، منها ممالك في اليمن وغيرها. مملكة الأنباط وإن كانوا أهل بادية إلا أنهم كانوا بارعين حتى في الملاحة، كما ذكر دان جيبسون في كتابه The Nabateans، الكتاب بالإنجليزي وأنصحكم بقراءته. أضف إلى ذلك كان عندهم مرافق تجارية، بل الأدهى من ذلك أن دان جيبسون ذكر أن كان لهم آثار حتى في الصين. شوف العرب شلون كانوا أهل تجارة من ذيك الأيام. اسمحوا لي أنقل لكم نص من التوراة، طبعا استدلال تاريخي فقط. نرجع إلى قصة يوسف عليه السلام. طبعا كلنا نعرف قصته، وأن أخوانه ألقوه في غيابة الجب اللي هو البئر وتركوه. يذكر النص التوراتي، وهذا إحنا نرجع لورا إلى 3800 سنة ورا. النص يقول، وطبعا هو في سفر التكوين عدد 37 صفحة 25: ثم جلسوا، أي إخوة يوسف يعني، ليأكلوا طعاما، فرفعوا عيونهم ونظروا، وإذا قافلة الإسماعيليين مقبلة من جلعاد. جلعاد طبعا هي منطقة في الأردن، والإسماعيليين والسراسنة هذه كلها أسماء للعرب قديما، حتى الرومان واليونان كانوا يسمون العرب بهذه الأسماء. طبعا الإسماعيليين نسبة إلى إسماعيل عليه السلام.